انتظار الهبوب إلى ساحات النضال افتكاكا ومطالبة بحقوقهم وبعد نجاح كل من الإضراب العام الوطني اللي كان يوم 10 فيفري 2023 ومختلف الإضرابات الأخرى. 22 فيفري من نفس الشهر كذلك تحرك وطني أمام وزارة العدل ومختلف الوزارات مطالبة بالحقوق. نحكيه في هذا الإطار وما زلنا ديما نحكيه على المطالب اللي غير متجدة المطالب المعهودة اللي طلبت الحقوق. حاضر معنا في هذا الإطار فارس عباسي ممثل عن الاتحاد العام لطلبة تونس بالمعهد العالي للدراسة القانونية والسياسية بولاية القيروان. مرحبا بك فارس. مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين. كذلك حاضر معنا أميني جبنوني كذلك ممثل عن الاتحاد العام لطلبة تونس لنفس المعهد. مرحبا بك. دونك بره نبدا بفارس. خلينا نبدا بفارس على اعتبار انك تنجم تكون عندها شويه خاك. حسيتها اميني خليها كيفاش تستانس بك انت فارس. معاودة من جديد فارس ونطرحوا الموضوع من جديد بعد التحرك الوطني اليوم 22 فيفري من نفس الشهر وكنت انت كنت حاضر معنا حتى بعد اضراب العام اليوم 10 فيفري اللي تقريبا كان ناجح بنسبة 99 خلينا اذا كان ماهوش 100% مطالبة بالحقوق نتاعكم وعديد المطالب اللي كنا طرحناها في الوقت السابق. خلونا اولا نذكروا بالاشكاليات الصايره في القطاع خاطر دائما لازمنا في كل ذكر في كل جلسه ان الذكرى تنفع المؤمنين فعلا لانه قطاعنا اليوم كالعاده وما زال يعيش في هذه الازمه الخانقه الازمه اللي تخنق في طلبه الحقوق الازمه اللي تخلي فينا نعانوا الامرين لانه نقرا ونتخرجوا جست ناخذوا شهاده الاجازه ناخذوا شهاده الماجستير ناخذوا شهاده الدكتوراه حتى شهاده الدكتوراه ايضا لا صفه ولا وظيفه. المناظرات كالعاده تبقى مسكره بين سنتين وثلاث سنوات واللي في يعني بعد التحركات نتاعنا قبل معنا التحرك الوطني اليوم 22 كانت حركة ذكية من الوزارة أنها باش تخمد لهيب هذه التحركات هبطت مناظرة كتبت وزارة الخارجية ومعناها وحلت مناظرة القضاء طلبت 100 ملحق قضائي لسنة 2023 واللي كان من المقرر هو ما فماش قالوا فما برشا اللي ما فماش السنة هذه إلا أنه احنا معناها ماناش نطالبوا بالأقل احنا نطالبوا بحقنا كامل وحقنا الكلي. وأيضا إشكالية مناظرة العدول اللي مسكرة منذ قرابة سنة 2016 تقريبا هذه بعض الإشكاليات أيضا مركزية المناظرات اللي المناظرات تبقى مسكرة معناها تبقى حكر على الطلبة اللي في تونس العاصمة فقط معناها لازمك تتنقل غاد انت من الجنوب انت من الوسط انت من اي جهه لازمك تطلع وتتنقل وتبقى 4 أيام وخمسة ايام في تونس معناها باش تعدي المناظره نتاعك. ايضا عندنا هذه مشكله انا ما ذكرتهاش المره اللي فاتت وهي مشكله حساسه وهامه جدا لانه اليوم طلبه الجيوبوليتيك ما عندهمش ماجستير يقراوا كان الاجازه كهو دونك يعني شنو هو المسير نتاعهم في المناظرات اللي هما طبعا معناهم سنه 2017 هما ايضا طلبه الجيوبوليتيك ما عندهمش الحق يعدوا مناظره كتبه وزاره الخارجيه اللي هما اولى به. مناظره معناها المناظره معناها حتى من مناظره وزاره الخارجيه حكر على البعض ايضا فوالا لانه احنا قطاعنا ما يضمش كان طلبه الحقوق فقط ويضم طلبه الحقوق وطلبه الجيوبوليتيك والعلاقات الدوليه. هذه جملة من معناها الإشكاليات الحاصلة في القطاع متاعنا. أيضا احنا على أثر هذه الإشكاليات حطينا اليد في اليد مع الطلبة ومع رفاقنا في بقية الأجزاء وبدينا التنسيق متاعنا بدينا التنسيق على الإضرابات وعلى يعني طرق النضال السلميه خلينا جوستومون لهذا هو اللي صاير الحقيقه كل الاضرابات سلميه كل المطالب سلميه في اطار المعقول الوقت نتاعها محدد معلوم وقتش وقت الاضرابات في انتظار الاستجابه فوالا انطلقنا يعني بسلسله من الاضرابات الجزئيه في كل الاجزاء يعني كل جزء عمل اضراب انطلقنا في بعض التحركات التوعويه انطلقنا في بعض يعني الاضرابات بعدين الوطنيه كما يوم 10 فيفري صار اضراب وطني واللي على اثره انا حضرت لهنا معاك
وفسرت معنا على شنية مطالبنا كل شيء. بعدين تقرر تحرك وطني يوم 22 فيفري اللي هو صار يوم الأربعاء اللي فات. على أثر الإضراب هذاك تلمت يعني طلبة من كل الجهات. طلبة جاية من صفاقس، طلبة جاية من جابس، طلبة مش كان معناها رفاقنا في الاتحاد، طلبة أيضا مختلفة، طلبة معناها رغم كل التوجهات متاعهم كل واحد التوجه لك نتنقلوا ناس الكل ولا مطالبة للحقوق متاعهم ولا يعني راي ناس من جابس راي جاية في الليل راي خرجت قبل نص الليل باش توصل معناها للعاصمة. إذا احنا نجي من أكثر نفرس ونقولوا الحقوق راهي تفتك ولا تهدى مش باش يقعد، خاطر قلنا وتحدثنا عليها النقطة ذي في الأسبوع الفارت وقت اللي قلنا فما طلبة الحاجة والهيجس الوحيد وهمهم الوحيد اللي نهارتها ما يقراوش. صحيح، فما بعض الطلبة يعني أنت كيف ديكلاري إضراب طلبة تجيب فاليزاتها وتروح معناها ما، لكن هذه البعض معناها مانيش نحكوا على الطلبة أكيد احنا مانيش نعموا، لكن إذا كان أنت حقوقي لازم تكون هذه مسؤوليتك ولا مسؤولية كل الطلبة. أيضا فما زملائنا اللي حضروا واللي دافعوا على حقوقهم في كل التحركات وكانوا متواجدين ومن المنبر هذا نشكروهم ونقول لهم راهو مازلنا مواصلين. راهي الحكايه مش حكايه الطلب نفس طويل شوي لانه ماهيش نتاع اضراب نتاع نهار ولا نتاع نهارين ولا نتاع شهر. هي حكايه الطلب نفس طويل وعزيمه قويه ونوصلوا للمراد نتاعنا والمبتغى نتاعنا. خليني نمشي مع جوست مع اماني. اماني على اعتبار هي ممثله عن الاتحاد العام لطلبه تونس، لكن اماني اثني سنه اولى جايزه في القانون هكا نورمالمون انا عندي التسميه القديمه في القانون. دونك لقيت صعوبه ساعه قبل تدخل لقطاع الحقوق خاطر قاعد يعاني القطاع ذي منذ تقريبا سنوات، اللي على اعتبار شنو يقول لك راك معناها باش تاخذ الشهاده وبعد تقعد قاعد في الدار ما عندك ما تعمل بها. هل انا لقيت صعوبه في التوجيه نتاعك وفي اختيار للشعبة هذية، وشنو هكا النظرة ووجهة النظر متاع أمين؟ من الأول هذه حلمة قبل كل شيء، ملي أنا صغيرة ونحلم معناها باش نوصل نهار آخر محامية ولا قاضية وحلمة دارنا زادة. حاسيلو كي خذيت الباك وكل في التوجيه الناس الكل امشي تعليم امشي كل حاجة فيها مستقبل اضمن روحك الحاجات اللي تلقى خدمة مضمونة كي تخرج اي المضمونة خلينا نقوله ونحن وباقي شدة صحيح معناه واحد كي يبدأ عنده حلمة لازم يواصل فيها ويكبش. حطيت الحق المعهد العالي للدراسة القانونية والسياسية في القيروان وكل امال حتى ونعرف المشاكل اللي في القطاع ونعرف اللي فيها برشا صعوبات. اما في الشارع العبد الكل اشتقل تقرا دروها ما عندك وين توصل وبرا عاد استنى المناظرات حتى فما شكون اللي يقرا في القطاع معناه وصلوا قالوا لي سايب عليك معناها ما عندك وين توصل اعمل اعاده توجيه اي برا امشي اعمل هاوريو فما مارس كل شيء. هي مشكله من قبل معناها ما عنديش معناها كيما نقولوا عام ولا اثنين. اما الواحد كي يبدا عنده حلم كيما نقول لازم يوصل فيه بالتحديات بكل التحديات يعني. اللي باش تواجهه دونك انت حطيت معناها عارف روح قادمه اماني على تحديات، لكن رغم ذلك مصر على تحقيق الحلم نتاعك مصر على كونه حقك لازم تفتك بيديك وكيفاش حتى معناها احنا ما لازمناش نعموا فهم برشا نجحوا في مناظرات الحقوق منها قضاة منها محامين، لكن باهي يكون فما هكا سند ومسانده من الجميع غير كو قاعدين نحاربوا على نفس النقطة نفس التوجه اللي نحبوا نوصلوا له اللي هو الترفيع في عدد المقاعد نتاع في كل السلك القضائي والا المحامين، فتح المناظرات على الاقل علاش ليه مرتين في السنة. دونك هذوما الكل مش نرقدوا اربع سنين يكونوا عامين فماش مناظرات ونشوفوا ديجا المناظرات الاخرين، واللي الاشكال الاساسي اللي هم فماش افاق اخرى في سوق الشغل. احنا اصلا مطالبنا ماهيش يعني متعلقة بطلبة الحقوق، يعني مانيش فقط نحبوا نصيروا قضاة ونصيروا أساتذة ومحامين وعدول، احنا أيضا نريد أن نصلح من هذا القطاع لأنه قطاعنا ينظموا معناها نظام أمد ينظموا نظام أمد، احنا نطالبوا بنظام خاص ينظم القطاع نتاعنا يعني باش يساعدنا احنا على التكوين باش يساعدنا احنا على ضمان حقوقنا انه المناظرات تصير في وقتها انه عدد البقاع يكون معلوم وغيره من هذه الحقوق. لذا احنا من بين المطالب ايضا نظام خاص للقطاع نتاعنا. وعودة على التحرك الوطني ليوم 22 فيفري الفارط السلطات المعنية كالعادة قابلتنا بالقمع
قابلتنا بالرفض، قابلتنا بالقوة وبالعنف، إلا أنه إحنا معناها قوة وعنف. كيفاش كانت أنواع القوة والعنف؟ أنواع القوة والعنف، أولا الوزارة كانت موسدة أبوابها أماما، وزارة التعليم العالي. حد ما سمعنا، انا فما نقطه حساسه ما نحبش نحكي فيها، لكن مثال خلونا نحكي فيها. النقاط فوالا، احنا حابين نطرحوا كل النقاط ولا. ومعناها نحطوا الاصبع على الضيق، نعرفوا شنو اللي فما اكزاكتومون. انت اليوم كيف تعمل اضراب او تعمل يعني اضراب سلمي، الوزاره ما تحلكش الباب وتسمعك، تفضل يعني تفضل عنا جلسه، والا تفضل اجا نسمعك مثالش من غير ما نجلس، واجا نسمعك فقط معنا. لا، الوزاره تحط لك الشرطة وتحط لك البوليس أمام الباب نتاع الوزارة. خوفاً، هي خوفاً تنجم تكون من ردة فعل الحقوقيين؟ ما نعرفش هي ردة خوفاً ولا هي تحمي في بعض الوزراء. الوزراء نجم نقولوا. لأنه هي خايفة على الوزراء مش خايفة على الطلبة. يعني لو كان صارت، يمكن لو كان صار تشنج شوي كانت راهي قابلتنا بالمطرقة، راهي قابلتنا بالضرب. لكن انتم كنتم معناها راسينين في التعامل. احنا ضبطنا انفسنا الى ابعد الحدود، لانه حتى المواطنين ايضا ما كانوش متفاعلين معنا، تفاعلوا معنا بالسلب حقيقة. يعني المواطنين امام وزارة العدل، امام وزارة العدل، كانوا متواجدين امام وزارة العدل، يعني المار منظم. اي فوالا. يعني احنا طلبنا من الوزارة، طلبنا انه نعقدوا جلسة، ان جلسة هذه تكون في سبيل مصلحة القطاع، في سبيل التغيير نحو الافضل. من الاول قابلتنا بالرفض، الا انه التصعيد، ويعني هي الوزارة كان ماشي في بالها انه احنا الطلبة يعني بحكم جايين من بعيد، ميسالش تقول لك ميسالش، هذم يعني نهار نهارين وباش يمشوا، ساعة ساعتين وباش يمشوا. إلا أن احنا يعني طولنا بالنا ووسعنا بالنا وخلينا عنا روح ثورية ونفس ثورية شوي، وكبشنا في مطالبنا وفرضنا جلستي حوار مع وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جلستي نقاش يعني في سبيل. مازال ما تمش تحديد تاريخ في الغرض، لكن مش يكونوا فما جلستي نقاش، هذا المؤكد. البيان الرسمي هبط ديجا، كان البيان الرسمي هبط، يعني جلستين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجلسة الأولى والجلسة الثانية مع وزارة العدل. من الأول احنا اقترحت علينا الوزارة مقترح، وزارة التعليم العالي حابت تفرض تركيبة معينة، حابت تفرض ناس معينة يتفاوضوا معها، يعني هما يكونوا حاضرين في الحوار هذاك. في الحوار هذاك إلا احنا رفضنا، يعني لأنه بيصير إقصاء لبعض الكليات، حابين تكون كل الكليات متمثلة. ديما في الإطار هذايا فارس، مالوغوزمون قاعدين نشوفوا في سياسات منتهجة في هذا الإطار، اللي هما يحبوا القرارات على حسابهم هما، الأشخاص والأطراف المشاركة في الحوارات يكون على حسابهم هما، وقايمين بإقصاء جميع الطلبة، اللي راهو احنا نأكدوا له المطالب هذايا راهي تجي من الطلبة في حد ذاتها، احنا ما يعنيوناش لا مسؤولين لا شكون مش يكون في طرف الحوار، اللي يعنينا مصلحة الطالب قبل كل شيء. فوالا، احنا مصلحة الطالب يقبل كل شيء، وأيضا الوزارة يعني حابت تفرض التشكيلة هذيك، وحابت تفرض العدد هذاك، وحابت تفرض العباد هذيك اللي باش تفاوض معاها، لا لشيء، فقط لأنه تحب تماطل شوي، تحب تمارس سياسة المماطلة وسياسة التسويف فقط، باش يعني تفرق العباد لا أكثر ولا أقل. إلا أنه احنا معنا كنا ثابتين على مواقفنا وعلى مبادئنا، وفرضنا راينا على الوزارة، وفرضنا التشكيلة اللي احنا حابين نطرحوها، وفرضنا العدد اللي احنا حابين نطرحوه على الوزارة. خلينا نكونوا واضحين، شكون هما الأطراف اللي حبوا هما يدخلوهم، لكن انتم كنتوا صارمين في القرار متاعكم الجلسة والمفاوضة ما تكون كان بالأطراف اللي انتم مقررين يكونوا حاضرين وفاعلين في الحوار هذا. باهي، خلونا نرجعوا للأول. أولا، التحركات هذه كانت بقيادة الاتحاد العام لطلبة تونس. من أول التحركات، من أول الجلسات التوعوية، من أول التحركات الجزئية، إلا أنه كانت هناك بعض الأطراف اللي حابت تركب على هذه الأحداث. يعني وقت اللي احنا أعلننا إضراب يوم 22 فيفري، تجي منظمة موازية، انا استحي ان اذكر اسمها من هذا النمبر، نتجاوز الاسم، ما نجاوز روح الخلفيه على الاقل، علاش احنا نعملوا تحرك وطني يوم 22 فيفري، يعني نقاشات صايره عندها مده
ولهذا معلوم حتى كي حضرتوا نهار 10 في سيدي كان معلوم اللي انتم باش تقوموا نهار 22 في فيفري معناها بالوقفه هذه قدام وزاره الصحه هذه وتعمل لك تحرك وطني يوم 21 فيفري يعني بعد تستبقك بينها بعد البيان بتاعنا بساعه تقريبا يهبط بيان من المنظمه هذيك الوزاره يعني حبت تجيب بعض الاطراف الاخرى الا ان احنا يعني فرضنا راينا عليها وقلنا لها معناها ما نقبلوش في الاطار هذا فوالا ما نقبلوش يعني انه احنا نقودوا تحركات واحنا اللي نطالبوا بهذه الحقوق ونتعبوا عليها ويعني وتجي ناس اخرى تركب على هذه الاحداث فقط هذا للتوضيح لا اكثر فوالا ميساج خلينا ناخذ كلمه مع اماني التوجهات اللي قايمين بها الاتحاد العام التونسي الاتحاد العام لطلبه تونس المطالب اللي ديما مطالب متكرره اما ديما سلطه الاشراف تعمل عين رات وعين ما راتش هو نشكر الساعة رفقاء الكل اللي في الاتحاد العام طلبة تونس خاطر هما من الأول اللي ديما معناها حاولوا نقربوا شوية للميكرو أقرب شوية للميكرو أمين حاصروا من جهدهم ومن طاقتهم ومن وقتهم باش يدافعوا على حقوق معناها نتاع الطلبة الكل ونتاع القطاع باش يحاولوا يصالحوا بما أنه هو القطاع فيه برشا نقائص كما قال رفيق فارس كما ترفيع في عدد المناظرات وفهم مناظرات زاد متحلتش عندها سنين نتاع كيما مناظرة العدول عدول التنفيذ عدول التنفيذ هي كي حبينا ولا كرهنا السلطات ما باش تعطيك حق الا ما انت تطالب بالحقوق هذيك بطرق معناها سلميه ولا معناها في مرحله اخرى تنجم يفهم التصعيد هذا اللي ينجم يكون موجود ان شاء الله ما نوصلش التصعيد خاطر الوقفات والاحتجاجات اللي نعملوا فيها هي سلمية معناها وشرعية أصلا لأنه هو حق من حق الطالب أنه يكون له صفة ويكون عنده وظيفة خاطر حبينا ولا كرهنا نحن معناها نقراو وسنين ونتعبوا باش في الأخر نفرحوا عائلتنا بخدمة وبوظيفة وباش يكون عندنا مكانة في المجتمع نحن طويكة كخريجي حقوق يعني تخرج عندك اجازه مثلا في القانون ولا ماستر ولا حكايه مما تنجمش ما عندكش وظيفه في المجتمع ما عندكش صفه بعد استاتيو ما تلقاوش شنو تخدم ما نخدم حتى شيء ما لازم انا نستناو فما شكون نعرفهم 15 سنه معناها في مساعدين مهن القضاء 15 سنه وكل مره حاسيلو تقدم الدوسيات تقدم شيء معناها حتى 15 سنه مش عام مش اثنين ما حتى من النفس والجهد ينقص حتى من الحماس ينقص معناها حتى اللي باش يكون عنده حلمه من قبل يبخل فما عباد تستسلم من اول ثانية يستسلم على خاطر التعب اللي باش يلقاه على خاطر نسبة الاحباط ممكن هي الكبيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها في طلبة الحقوق واللي يقول لك محبطوا زاد نتحدثوا على شرط السن زاد فارس اللي ممكن ما طرحناهاش النقطة هذه في الحصة الفارتة شرط السن اللي يربط طالبي الحقوق 36 سنة بالنسبة للمحامين 40 سنة بالنسبة للقضاة ونعرف وقت اللي احنا كونكور يوصل حتى بال 4 سنين ما يتحلش دونك شنو هو المصير والا المآل نتاع الاشخاص هذوما وقت اللي ضحاو بعمرهم وقت اللي ضحاو تضحيات راهو كي نحكيو على تضحيات راهو معناها نحكيو على تضحيات طالب وبرشا من الطلاب ينجموا يعرفوا التضحيات اللي قاعدين نحكيو عليها هذوما كيك سوا من ناحيه المصروف نتاعهم من ناحيه عديد من الاشياء التعب الارهاق المراجعه وبعد يخسروا عليه فاتك شرط السن وما عادش عندك الحق تعدي المناظرات صحيح هو شرط السن بين الشروط المجحفة في قطاعنا أيضا بجانب شرط السن خلينا نذكره اللي زملائنا معناها اللي من ذوي الحاجات الخاصة ما ينجموش يعدوا مناظرة القضاء يعني تنجم تعدي مناظرة القضاء لكن فوالا لكن ما يقبلوكش بعد هذه معناها مشكلة يعني من بين المشاكل أيضا شرط السن احنا عندنا زملائنا في المعهد بتاعنا يعني لهنا في المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية زملائنا كبار في السن يعني 30 و40 سنة يعني هذوما كي باش يتخرجوا ما عندهمش الحق يشاركوا في مناظرة المحاماة ما عندهمش الحق يشاركوا في مناظرة القضاء وهذه من بين الشروط المجحفة ومن بين المطالب اللي احنا زاد ادرجناها وطالبنا بها وباش نطالبوا بها وخلينا زاد نذكروا زملائنا ايضا انه احنا راهو مش من جلسة ولا من جلستين مع الوزارة راهو سي بون معناها تحل الكونكور تراكمات نتاع سنين راهو ما تنجمش في جلسة تفض الامور الكل فوالا يعني مش راي من جلسه ولا من جلستين يعني فما راي جلسات التفاوض وجلسات هذه تتطلب تصعيد تتطلب ضغط على الوزاره
تتطلب المواصلة في هذه التحركات، وفي نفس الوقت يعني المفاوضة كما قال بورقيبة الله يرحمه، خوض وطالب، هذه قاعدة في الحياة يعني، ما غلطتش كيف قالها بورقيبة. أيضا نذكر زملائنا، خلونا مواصلين، خلونا يد واحدة، خلونا قبضة واحدة قوية من أجل قطاعنا، من أجل مستقبلنا، ومن أجل التغيير. سورتو من اجل التغيير. وانا ديما الشعار اللي نقولوا ديما، الحقوق راهي تفتك ولا تهدم، تستناوش هما باش يكونوا يعني القرارات، خاطر القرارات مبنيه على خلفيات، ماهيش قرارات من فراغ. تحدثنا اللي قلنا شوف معناها حتى رده الفعل نتاع الوزاره لاسكات الافواه، مناظره وزاره الخارجيه يعني نذكروا في عندها تقريبا منذ 3 سنوات اللي مشيت الناس عديت على رواحها، لكن يتم الغاء المناظره من غير حتى سبب وما تعرفش النتائج. زاد حتى بحثا في المناظرات اللي يقول لك ما نعرفوش نتيجه المناظره وقتاش باش تكون، ما نعرفوش وقتاش يعني حاطين لاجيال غير محدده، ويبدا الطالب على اعصابه، لا عارف يكمل الماستر نتاعو، لا عارف يقرا، لا عارف يبيز، لا عارف يكمل الكونكور نتاعو، دونك ما عندوش حتى علم. عباره نقولهم بين ظفرين طالب هائم. فعلا يطولك في الاجيال اصلا. مناظره القضاء اللي سنه 2022 يعني راهي طلبة مش فدت فقط، طلبة نفسيتها تعبت وتستنى في النتيجة، نتيجة الكيسيام، نتيجة الكتابي، نتيجة الشفاهي، يعني راهم طولوا برشا. اللي هي نورمالمون يعني كانت الأجيال هذيك تهز اقل شيء مناظرتين فقط. جوستومون هذا هو اللي من المفروض يصير، واللي في كل مناظره ديما الطالب ما يعرفش وقتاش نتيجه المناظره هذيك، وديما يقعد في الانتظار وقتاش تهبط وزاره العدل البلاغ، شكون يعني الناجحين في المناظره هذيك، بدون حتى شيء، لا اصلاح، لا الاعداد، لا حتى شيء. اللي ابسط حاجه على الاقل يعرف روحه، حتى باش نهار اخر كي يعاود يعدي مناظره يكون عارف روحه على شنو قادم، يكون عارف روحه في شنو اخطا مثلا، والا شنو الحاجه اللي لازم يدركها. وفي هذا الاطار يولي هنايا الطالب ضايع بين منظومه كامله، الحقيقه منظومه هي حابه تمشي في المنهج هذاك، منظومه عندها خلفيات مهما رات طويله هي الوزاره. احنا معناش قاعدين نطالبوا، انا نحكي اون طون كجوريست كيف كيفكم الحقيقه. فوالا فوالا انت زاد زميلتنا يعني في هذا القطاع، وانا نشكرك، سامحني كان قصيت عليك، انا نشكرك لانه انت يعني ساهمت في انك توصل صوت صوت طلبة القطاع، صوت زملائك وزميلاتك. يعني هذا واجب هو في اي حصه يعني تستضيفنا، وبكل صدر نرحب، نحكوا على مطالب القطاع ونحكوا على الاشكاليات العالقه. انا نشكرك ونشكر اذاعه الحياه فيه. الحقيقه هو هذا واجبنا، وهذا هو اللي لازم يصير فارس، على خاطر الى متى باش نقعدوا احنا كيما هكا قاعدين جست مطالبه فقط من غير حتى رده فعل؟ ما نعرفش انا كاينه استنقاص من الطلبه اللي هما ذكر، هو كيما انتم حقوقيين توا هما حقوقيين المستقبل، واللي مش هما مش يدافعوا على البلاد، واللي هما مش يكون عندهم كلمه، واللي هما مش يدافعوا على تونس. كيفاش تحبوا جيل المستقبل يكون وقت اللي تحبوا تسكتوا الافواه نتاع الناس الكل، وما تخليهمش يواصلوا الرساله نتاعهم والا يوصلوها على اكمل وجه، وما تخليهمش يطالبوا بالحقوق نتاعهم. خليني نقول كلمه من عند اميني باش ما تعصفوش عليها. اي امين، حبيت نطرق انه فما انه بقيه زملائي في القطاع هذا نتاع الحقوق راهو لازم كلنا نسعى باش نفتكوا حقوقنا، خاطر راهي مش واحد ولا اثنين ولا الاتحاد اكا هو اللي باش يبقى معناها يطالب، ولازم نكونوا كلنا مع بعضنا، ولازم صبر ووسع بال باش نوصل للمطالب هذيا، وان شاء الله معناها ان شاء الله في انتظار تحسين. هذه الضحكه اللي فهمتي معناها ضحكه تامل، ضحكه تستنى في حاجه في نتيجه، لكن عندها خيبه امل في الضحكه هذه، خيبه امل مالوغوزمون. تستنى مازالت هي مش تواجه، راهي ممكن اميني خاطر راهي طالبه سنه اولى، اما مازالت برشا صعوبات باش تواجهها. ان شاء الله تكون عندها نفس قوي، نقول انا باش تواصل الصمود نتاعها والمطالبه بالحقوق. فارس نمشي معك انت في كلمه الختام، واذا كان الجلستين هذوما بعد الجلستين لا قدر الله ما فماش ما وصلتوش للمطالب اللي انتم تحبوا تحققوها، خاطر كما قلت انت راهو هذا طالب نفس طويل، ومانيش باش بين ليله ونهار باش نغيروا منظومه كامله. شوف على قداش من سنه قائمه هما ماخذين في نفس القرارات نتاعهم. احنا نوعد زملائنا كالاتحاد العام لطلبه تونس انه راهو باش نعطوكم صحتنا، نعطوكم جهدنا، نعطوكم صوتنا، نعطوكم احنا باش نواصلوا على هذا النسق، احنا باش نواصلوا في هذا الطريق، وباش نكونوا ثابتين على هذا المبدا،
ومانيش متراجعين الى حين ناخذ حقوقنا على اكمل وجه، لانه مانيش باش نقبلوا بالاقل، احنا نستحق حقنا كامل، ولذلك احنا مواصلين واحنا ثابتين على هذا المبدا. وادعوكم زملائي زميلاتي الى الالتفاف حول منظمتكم الاتحاد العام لطلبه تونس من اجل تحسين حاله القطاع ومن اجل افتكاك مطالب القطاع. وشكرا لك مريم. هذه هي الحقوق تفتك ولا تهدى. شكرا لك فارس عباسي ممثل عن الاتحاد العام لطلبة تونس، أماني جبنوني كذلك ممثل عن الاتحاد العام لطلبة تونس. إن شاء الله المساج يوصل لأعلى سلطة اللي هو من المفروض رجل قانون، هذا اللي نعرفوه، إن شاء الله الرسالة توصل ويعرف شنو القطاع وشنو مشكلة القطاع تحديدا. دونك كي تبدأ حاجة أعلى سلطة وأعلى هرم السلطة في البلاد التونسية من أصحاب القطاع هذه، إن شاء الله نشوفوا لفتة، وإن شاء الله باش نقعدوا احنا في تواصل معكم فارس في هذا الإطار ومع الاتحاد العام لطلبة تونس بعد جلستي المفاوضات، ونعرفوا حتى وقتاش تحديد الجلسات هذه، إن شاء الله ما تاخذش جيل كبيرة باش يتم تحديد الجلسات هذوما. ونمشي معاكم في المفرغات، ديما الحقوق تفتك ولا تهدى، طالبي الحقوق الهبوب إلى ساحات النضال. كانت هذه الانترفيو.